يعني احنا سمعنا كلام الحكومه ورجعنا على منطقتنا، نعيد الحياه بيها. هي هاي حياه خلي يجي واحد يجي يقعدوني المولدات ب 10 وربع ما نعرف ايش نطي من نجي قاعدين بطالين ما يخافوا من الله. ست ارباع المولدات اهل اللجان طلعوا هذا الحداد، لو كنا ظلينا على عما قبل احسن لنا. عما قبل كان ب 5000 دينار 6000 دينار 10 وربع يابا ما نقيد لا موالده ولا وطني. هاي الدوله ما نقيده ما نقيده والله ما نقيده. انا هسه اتغدى اعمل مظاهره وقف يوني اقطع الكهرباء من المنطقه. يريدون هكذا ايش يريدون؟ ما عندنا فلوس عقل البطاقه ما الجاز عم بيعها لنا تقلبه بشهر 50 60 الف دينار. ليش؟ ليش ما يخافون من الله؟ هي هاي الدوله جاي على عمل الفقير؟ رجعنا على نعيد الحياه. هي هاي القديمه؟ هي هاي اللي الله يقبلها؟ بك ما يساعدونا، بك ما يجوا يقولون بارك الله فيكم رجعتم الحياه. هسه 160 الف دينار 140 الف دينار طلع علي. 13 امبير وثلاث بيوت احنا. منين اجيب؟ 60 الف. بالنسبه لي عادي، بس انا بالنسبه لاهل المنطقه ترى لا شغل، لا عمل، لا وظيفه. ناس ميتين من جوع، يعني عايشين على المساعدات بدون رواتب بدون رعايه، ويطلع عليهم 10 امبيرات، يعني اغلب الناس راح تقطع خطوطه، ماكوش كهرباء. يعني لو مخليها على القبل وعلى الزقاطات مثل ما قال احسن 7000 8000 اكوش ناس خيرين كانوا يدفعون، يعني هسه اوديك على بيوت ناس هي تدفع اشتراك مال المولدات ما عندها. زين انت مخلي لي عداد قاعدني بالايسر ومطلع لي نظام العداد بالايسر يطلع 8 يطلع لي هنا 10. مع العلم احنا ترى خط كهرباء وطني ما عندنا، نعتمد على الطوارئ، على الطوارئ اللي هو التشغيل مال الماي ومال المستشفى. 10 امبيرات الوطني و5 امبيرات المحل. لا عندنا سبالت ولا عندنا اركنديشنات ولا عندنا حمامات. ايش طالب؟ رجع مثل ما كان، اخي ديروا بالكم على المنطقه القديمه. دفعنا اول مره 15 على 5000. هسه ما اعرف قالوا على 10000 اللي بعد من قيمه. 10 وربع هسه. والله خلي يراجعوا نفسهم هي من المسؤولين يقولون هذول عندهم يعني عندهم امكانيه ما عندهم. كلها مدمره ويريدون ندفع فلوس بعد ها 10 امبيرات وطني لا تطيق تشغل حمام لا تطيق يعني مبرده وهذا شعر فقست من هذا ما اعرف ايش نعيش هاي ما اعرف يعني هي ايش يريدون بالضبط ما نعرف. ايش يريدون؟ يريدون يهججونا ما اعرف يعني ما اعرف ايش نغايتهم. بيوتنا خلي يجون ياخذوها خلي يجون ياخذون بيوتنا وفضوها. المولدات يعني مشكلتنا اليوم صعبه صارت، يعني هسه ايجار المولده اكثر من ايجار البيت. يعني هسه ايجار البيت اقل بيتين ب 50000، تروح تنطي للمولده 50 60 75000 والله انتقام من الله. يرجع يطلع ثالث القائم مقام يطلع يصرح يقول لنا لا تنطون ابو المولده ازيد من 6.5، هسه صارت 10.5 وزادت. يعني اعرف وين وين اللجان مال المولدات؟ وين الشغلات وين؟ لو ظلت على قبل احسن. طلع لنا العداد يطلع العداد يقول هسه اللي يعجبك ما يستلم التكمله، يريد يستلم مال الشهر الجاي. يعني هسه ننطيه مثل 3.5 التكمله او خمس، يقول ما استلم 5.5، استلم مال الشهر اللي قدام. وين صاير؟ اقول لي احنا وين عايشين؟ اذا ما اذا شغل ماكو خلي يجون هنا على المنطقه القديمه. الخير ما بينا تشوف قاعدين انا بالقهاوي وقاعدين على الرصيف وقاعد ماكو شغل، شغل عمل ماكو. خلي يجون المسؤولين، ما واحد يصرح من كيفه يطلع التصريحات من كيف يجي يرجع. بالعكس ما حد يطبق ما حد على اي اساس.